السلام عليكم مبدعاتي الغاليات، والصلاة والسلام على رسول الله. كرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهى للنواعم، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. وصفتنا لليوم وصفة للتبييض الفوري، أكيد غادي تعجبكم بإذن الله بهذا المكون الأكثر من رائع. فغادي نستعملوا اليوم المكون الأساسي عندنا اللي هو العدس، ومكونات أخرى جد بسيطة ومتوفرة تقريبا، يعني غادي تلقاوها والثمن ديالها كذلك رخيص. كنتمنى أنكم تكملوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقة ديال الاستعمال، واحد الكريم أكثر من رائع اللي غادي نصاوبه وكيعطينا تبييض فوري من أول استعمال، وبإمكانكم تداوموا عليه، يعني تستعملوه بشكل يومي او تستعملوه نهاريه نهار لا حسب الرغبه ديالكم. وبالنسبه للبنات اللي عندهم البشره ديالهم حنطيه، فهاد الكريم كيعطيكم واحد النوع ديال توحيد للبشره، وكيحيد كل التصبغات وكذلك النقط اللي كتكون في البشره وعلامات التقدم في السن، فهو رائع رائع بكل المقاييس. فغادي نحتاجوا الى العدس، اي نوع، سواء هذا النوع او النوع الاخر اللي كيكون برتقالي حسب النوع المتوفر عندكم. فغادي ناخدو العدس، غادي نوضعوه في الماء ليلة كاملة. بعد ما وضعته في الماء ليلة كاملة، شوفوا معايا تحصلت على هاد النتيجة، فهو رائع رائع جدا. الآن غادي ناخد واحد المطحنة كهربائية، غادي نوضع فيها العدس، ثم غادي نرجع معاكم ونوريكم بقية المكونات وكذلك الزيوت اللي غادي نستعملها في هذا الكريم النهاري الأكثر من رائع. هذا هو العدس بعد ما طحنته، بإمكانكم تطحنوه أكثر من هكا، ولكن أنا كيعجبني دائما أي حاجة طحنتها ما نطحنهاش مزيان إلا في حالات يعني قليلة، لأن كنبغي نستغلو كذلك ونعمل به قماش أو ما يسمى بمقشر. فهو بعد ما طحنته، الآن غادي تشوفوا معايا المكونات. غادي نحتاجوا كذلك إلى النشا، نشا الذرة أو يسمى بالمايزينا أو الكورن فلاور. إلا ما متوفرش عندكم النشا باش غادي تعوضوه أو العكس، غادي تعوضوه بالغسول الأبيض اللي كيكون هكا، كيكون في عبوات بهذا الشكل. او مثلا الا كان عندكم الا بغيتوا مثلا انكم تستعملوا الغسول، فبامكانكم يعني تستعملوا وتستغنوا على النشا، ولكن بعض الناس كينشف لهم الوجه بزاف، وانا شخصيا هذا النوع خصوصا هذا النوع ما لقيتش النوع الاخر اللي كنستعملو، ان شاء الله لقيتو غادي نشاركو معكم. فهذا انا عندي البشره حساسه وهذا كينشف ليا الوجه يعني لواحد الدرجه كبيره، خاصني كل ساعه الا وضعت شي ماسك فيها هذا الغسول هذا كل ساعه خاصني نرطبو، يا اما بزيت جوز الهند او على الاقل مره بزيت الجليسرين. هنا طبعا غادي نختار انني نستعمل في الوصفه النشا الذره. وغادي نحتاجو كذلك الى ماء الورد، بالنسبه للبنات اللي ماء الورد كيسبب ليهم حساسيه فبامكانكم تستغنيو عليه وتستعملوا بداله اليوغورت الطبيعي او اليوغورت اللي كيكون مسوس بحال هذا. ها هو يا البنات هذا النوع، هذا انا كنشري خاص غير الوصفات، اصلا المذاق ديالو يعني ما زوينش الصراحه، ولكن زوين بزاف بالنسبه للبشره وبالنسبه للوصفات الطبيعيه. يمكنكم تعوضوه بهذا النوع، وغادي نضيف كذلك بعض الزيوت غادي نشاركهم معكم. غنضيف تقريبا ملعقه صغيره، فهي تكفي، عندي ملعقه كبيره تقريبا من العدس اللي كيكون مطحون، وضفت عليها ملعقه صغيره من النشا، وغادي نضيف القليل جدا من ماء الورد. كما قلت لكم بامكانكم تعوضوه بالياغورت الطبيعي. طبعا غنحيد الباقي لان بان ليا غادي يكون كثير، وطبعا الا كانت الوصفه جاريه راه بامكاننا اننا نضيف مازال النشا ولا الغسول الابيض حسب الرغبه ديالكم.
وبالنسبة للزيوت اللي بإمكاننا أننا نستعملوها، طبعا هذه الوصفة مبيضة 100% وهي رائعة رائعة جدا، وكتحيد كل التصبغات. وكذلك البنات اللي عندهم الندوب، بعض الندوب اللي ما كيكونوش باينين بزاف، راه هذه الوصفه غادي تساعدكم، ولكن تستعملوها بشكل يومي، راها ما غاديش تضركم ابدا ابدا. وطبعا الى شفتوا الوجه ديالكم او بشره الوجه لا تستجيب بعد 21 يوم، فما عليكم الا تبدلوها باي وصفه اخرى عندنا من القناه، فكل الوصفات مجربه ومضمونه. بالنسبة للزيوت اللي بإمكانكم أنكم تضيفوها على هاد الوصفة، إلى عندكم البشرة جافة بزاف أو حتى إلى عندكم البشرة عادية، فأنا غادي نضيف زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو غادي نضيفه ملعقة صغيرة باش تعطينا واحد الترطيب، ومن بعد مني غادي نحيدو هاد الوصفة ما غاديش نحتاجو أبدا أننا نرطبو الوجه ديالنا. فطبعا لكنا الحريه، بغيتو ترطبوه ما بغيتوش، طبعا لكنا الحريه. ونمزجوا هذه المكونات كلها مع بعض، وبامكانكم كذلك تضيفوا زيت الحمص، وتضيفوا كذلك زيت الارغان. زيت الارغان بحال هذا اللي كيكون خاص بالتجميل، وبامكانكم تضيفوا القليل من زيت الجليسرين كذلك، خصوصا الى وضعتوا هذا الغسول هذا، فبامكانكم توضعوه طبعا مع النشا. ثم طريقه الاستعمال فهي جد بسيطه، غادي نغسل الوجه ديالنا بصابونه القمر او غسول القمر الى ما كانش متوفر. المهم اهم حاجه ان هذه الوصفه توضع على بشرة تكون نظيفة، تغسلو بأي نوع من الصابون اللي كيكون بهذا الشكل، اللي ما فيه لا لون لا رائحة بحال هذا النوع هذا، فهذا النوع ما كيسرعش شيخوخة البشرة. ثم غادي تخليوها على الوجه لمدة نصف ساعة، من 20 دقيقة إلى نصف ساعة. ثم غادي تغسلو الوجه ديالكم بماء يكون فاتر مائل إلى البرودة، ثم غادي تدهنوا الوجه ديالكم بزيت جوز الهند اللي سبق وشفتوه معايا وشاركتو معكم، ما فيها باس كذلك انني نذكركم به، اللي هو هذا. طبعا ماشي اشهار، ولكن انا كنستعمل هذا النوع لان بزاف ديال البنات كيقولوا اين نوعيه كتستعملي، فهذا النوع كنحتفظ به في الثلاجه. ثم غادي تبقاو، المهم تستعملوا هذه الوصفه الا بغيتوا، بامكانكم تستعملوها نهاريه نهار لا، بامكانكم تستعملوها بشكل يومي، راه ما كتستعملش غير للوجه، بامكانكم تستعملوها لليدين للرجلين اي بلاصه فيها تصبغات. وبامكانكم كذلك تضيفوا عليها بالنسبه للنساء اللي سنهم فوق سن ال40، بامكانكم تضيفوا مكون اخر على هذه الوصفه، غادي يزيد يعني واحد الفائده اللي هي انه غادي يعني الوجه ديالكم غادي يتجبد وما غاديش يبقاو فيه التجاعيد. المكون اللي هو زريعه الكتان، زريعه الكتان اللي سبق وشاركتها معكم، وكذلك اسمها بذور الكتان بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوهاش، فانا كنطحنها وكنحتفظ بها عندي ونوريها لكم. ها هي يا البنات، كنطحنها وكنحتفظ بها، طبعا اللي كتكون خاصه بالتجميل وصفات التجميل، راه ما غاديش تحتاجوا انكم تطحنوها، فما تطحنوهاش ابدا، قلت لكم طحنوها تحمصوها عفوا، ما تحتاج انكم تحمصوها، او بامكانكم فقط تاخذوا الهلام، يعني الا ما بغيتوش تستعملوها بهذه الطريقه فما عليكم الا تطبخوها فواحد الكاسرونه تتصبخ مزيان، وتضع لها القليل من الماء، غادي تضع مثلا جوج ديال المعالق كبار، وغتضع معهم كمية قليلة من الماء على نار هادئة مع التحريك، وغادي تصفيوها بشي صفاية، وغادي تاخدو هداك الهلام ديال زريعة الكتان، وغادي تستعملوه بدل ماء الورد وبدل اليوغورت كذلك، فغتعطي واحد القيمه كبيره جدا لهذه الوصفه، وتستعملوها كذلك بشكل يومي. والبنات اللي كيعانيو من التجاعيد وكيعانيو من بعض الندوب ومن بعض يعني الثقوب اللي كتكون غائره في الوجه، ما عليكم الا تاخذوا المزيج ديال زيت الحمص وزيت الحلبه وتمزجوهم مع بعض، الا متوفر عندكم زيت الارغان كذلك غادي يكون افضل، وتمزجوا كل هاد المكونات مع بعض وتوضعوا فيهم طبعا اي تضعوهم عفوا في اي بخاخ
بحال هكذا، وتبقاو دهنوا بهم الوجه ديالكم بشكل يومي وباستمرار، يعني كل ليله. ما تخرجوش بهذاك الزيت للشمس لان غادي يعطيكم مفعول عكسي، ويمكن ان مثلا الشمس تشد فيكم ولا تعمل لكم تصبغات. لهذا اي وصفه فيها زيوت دائما استعملوها بالليل، راه غادي تلاحظوا فعلا ان هذوك التجاعيد تحيدوا، ولكن حذاري انكم تستعملوا الزيوت اللي حول ديك الهاله اللي كتكون حول العين، حذاري باش ما يكونوش عندكم دوك الجيوب. كنتمنى يا رب يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، ولا عندكم اي غزلات ديالي اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تريدكم الى انا ميلكم تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وتبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. ما تنساونيش بشي دعوه ديال الخير وترحموا لي على الوالده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.